وينكم يا شباب؟ مين جاي يسلم؟ شو اخباركم؟ يعطيكم الف عافيه. بنحييكم من هالمنبر اللي السراي الحكومي، وبنقول لكم انه نحن كوزراء عم نشتغل لاجل سعادتكم بهالوطن وعم نحاول نحط براسنا انه المواطن هذا لازم ما يوجع راسه كل يوم عشيه، انه ما يفكر بشيء يعني غير بس انه غير ارتنيه. هذا المواطن ما يفكر الا بسعادته يعني، ونحن عم نسعى انه يكون بلدنا على 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 خريطه هذا العالم. شكرا معالي الوزير. باي شكرا معالي الوزير. اعذروني طولت عليكم شوي. مين بدك تكون؟ اي وزير؟ اعذروني طولتكم شوي. اي وزاره بتاخذ؟ تخطيط بس مش بس ما فيها من ما بعد ما عملوها يعني. هذه بعد 20 سنين كانوا يعملوها. بيعملوا تخطيط بالبلد. تخطيط ايه ما شو بدنا نخطط؟ كل شيء بلا تخطيط لانه في شيء. شكرا معالي الوزير. تحياتي للشباب.